السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلبة الطيور الصف الثالث في الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. النهارده إن شاء الله سنفتح هناخد درس جديد من دروس الرياضيات. درسنا النهارده إن شاء الله الدرس الثالث في الوحدة الثالثة. الدرس الثالث بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ المقارنة بين كسرين وترتيب الكسور. طيب إحنا النهارده إن شاء الله هنتعلم إزاي نقارن بين كسرين. تعالى بص معايا كده سنتفتح لأني لاحظ أشهر يعني الآتي لي. يديني ايه؟ بص عدد المرات في الشكل الاول، تعال نعدها مع بعض. 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عندي المقام، المقام هو عدد اجزاء المربعات كلها. طب البسطة يمس هتكتب في ايه؟ هتكتب في عدد الاجزاء المضللة. عندنا كان جزء مضلل لسنة تالتة، 1 2، فكتبنا ايه؟ سدسية. طيب تعالى بص معايا على الشكل التاني. يعني برضه احنا اتفقنا ان المقام هو ايه سنة تالتة؟ هو عدد اجزاء المربعات كلها. تعالى كده، 1 2 3 4 5 6، كتبنا في المقام 6. طب قلنا الوسط هو ايه؟ هو عدد الاجزاء المضللة، 1 2 3، يبقى كتبنا ايه؟ 3 اسداس. طب انا لو عايز اقارن بينهم مين فيهم اكبر؟ خلي بالك يا سنة تالتة، اللي انا عندي هنا المقام موحد، المقام متساوي، هنا 6 وهنا 6. طب يا ميس انا لو عندي المقام متساوي انا هعمل ايه؟ اول لما اشوف ان المقام متساوي هخدي المقام خالص واقارن بقى الاثنين اكبر ولا الثلاثة؟ هات الثلاثة، يبقى الثلاثة اسداس اكبر من السدسية. يبقى تاني يا سنة تالتة، انا عندي المقام متساوي وما عندي المقام متساوي، انا ببص على البسط بقارن البسط. طيب بيقول لي ايه عندي هنا؟ عند المقارنة بين كسرين لهما نفس المقام فإننا ننظر إلى البسط فيكون الكسر الذي له البسط الأكبر هو الكسر الأكبر. يعني إيه يا ميس؟ زي ما اتفقنا المقام الموحد أنا بخبي وبقارن البسط. طيب يقول لي إيه هنا في السؤال ده؟ ضع علامة أصغر من أو أكبر من أو يساوي. 3/4 أكبر ولا الربع؟ ها؟ انا عندي لما قال لما ده ثلاث ارباع الرغيف اكتر ولا الربع الرغيف؟ خد بالك كمان في السنه الثالثه اللي انا عندي المقام متساوي، يبقى انا بعمل ايه؟ بخبي المقام. مين الاكبر؟ الثلاثه ولا الواحد؟ طبعا الثلاثه، يبقى الثلاثه الاربع اكبر من الربع. طب بعديها يقول لي 5/5 و5، مين فيهم الاكبر؟ يا ميس ده المقام متساوي فانا هخبي المقام واقارن البسط. هي مين فيهم الاكبر، الخمسه ولا الاثنين؟ طبعا الخمسه، يبقى 5/5 اكبر من الخمسيه. خد بالك برضه سنه ثانيه، سنه ثالثه انا عندي الخمسه اخماس كسري رقمين على بعض بيساوي 1، والواحد عندي اكبر من اي كسر. تعالى كده بص سنه ثالثه معايا في المثال اللي جاي. يقول السدس ولا 5 اسداس؟ هي المقام متساوي يا ميس، هعمل ايه؟ هخبي المقام خالص. مين الاكبر؟ الواحد ولا الخمسه؟ احسنتم، الخمسه، يبقى الخمسه اسداس اكبر من السدس، يبقى السدس اصغر من الخمسه اسداس. طيب برضه هنا سنه ثالثه بيقول لي ايه؟ 9/5 اتساع؟ ها؟ برضه المقام متساوي، هعمل ايه؟ هخبي وابدا اقارن. ها؟ مين الاكبر؟ الاثنين ولا الخمسه؟ طبعا الخمسة أجزاء هي الأكبر، يبقى التسعان أكبر من الخمسة أجزاء. تاني سنة تالتة أنا بقول لما المقام بيبقى متساوي أنا بقارن البسط، بخبي المقام، بخبي المقام خالص وأقارن البسط. لاحظ معايا كده الشكلين دول، بيجي لواحد الشكلين الآتيين. كده سنة تالتة ركز معايا كده في الشكلين دول، بيقول لي كده عن الشكل الأول بيقول لي إن هو خمس. طب الشكل الثاني ربع، انا يبقى عندي حته شوكولاته او قطعه شوكولاته انا عايز اقسمها على 5. لما اقسمها على 5 مين اللي ولا لما اقسمها على 4 مين هياخد قطعه اكتر او جزئيه اكبر من القطع؟ طبعا لما اقسمها على 4 هتختلف عن 5. يبقى عندي هنا خد بالك ان البسط متساوي. طب البسط لما عندي متساوي انا هعمل ايه؟ هقارن المقام. بس خلي بالك انا عندي في المقام كل ما كان الرقم صغير كان هو الكبير، يبقى كده عندي الربع هو اللي اكبر من الخمس. تعالى حاجه سهله، بيقول لي ايه؟ ضع علامه اكبر من او اصغر من او يساوي 3 اسنان.
أو ثلاثة أخماس. هي سبعة. خلي بالك أنا عندي البسط إيه؟ البسط عندي متساوي، فأنا هقارن المقام. واتفقت معاك إن أنا بقارن المقام كل ما كان العدد صغير كان هو الكبير. طيب هي سبعة. أيوه أحسنتم. يبقى ثلاثة أثمان أصغر من الثلاثة أخماس. طيب ركز معايا كده. نقول إيه؟ سبعة عشر أو سبعة أثمان. ها برضه خلي بالك اللي أنا عندي البسط متساوي، يبقى أنا كده هقارن المقام. العشرة أكبر ولا الثمانية؟ طبعًا إيه؟ العشرة. طيب أنا متفقت معاك في المقام كل ما كان العدد الصغير كان هو الكبير، العدد الصغير في المقام ده هو عدد الأفراد. لما أقسم قطعة الشوكولاتة على عشرة ولا أقسمها على ثمانية؟ طبعًا لما أقسمها على ثمانية كل واحد هياخد قطعة أكبر. طيب يبقى كده السبعة عشر أصغر من السبعة أثمان. المثال اللي بعدين سألته بيقول لي إيه؟ ثمن أم خمسة أثمان؟ ها خلي بالك كده سنة تالتة أنا عندي هنا المقام المتساوي، يبقى أنا قلت في المقام المتساوي هخبي المقام. مين الأكبر يا سنة تالتة، الواحد ولا الخمسة؟ الخمسة. يبقى الثمن أصغر من الخمسة أثمان. طيب أهو يا سنة تالتة ركز معايا كده أهو، بيقول لي ثلاثة أتساع أو ثلث. إيه ده مش هنا المقام مختلف والبسط برضه مختلف؟ بس احنا خدنا في سنه ثالثه في الدرس اللي قبليه تبسيط الاصول. طب يا ميس انا هعمل ايه؟ لو هقرا كام في 3 يديه 9؟ 3 في 3 3 في 3 ب 9. طب هضرب تحت في 9 في 3 يبقى فوق في كام؟ في نفس الرقم 3. 1 في 3 ب 3. يا ميس ده كلهم ايه؟ ثلاثة أتساع وثلاثة أتساع، يبقى نحط العلامة. مثال المثال اللي بعده ركز معايا كده سنة تالتة، بيقول لي ثلاثة أثمان أو نصف ها أو مش، يبقى أنا قلت فيه كده أنا خدت تبسيط الكسور. هضرب هنا في كام؟ كام في 2 يديه 8؟ 2 في 4. 2 في 4 بكام؟ ب 8. ضربت تحت في 4 يبقى فوق في 4. 4 في 1 ب 4. كده انا بسطتها. طيب هنا مقام متساوي يبقى انا هخبي المقام. مين اللي اكبر، الثلاثه ولا الاربعه؟ الاربعه. يبقى النصف اكبر من الثلاثه اثمان، يبقى ثلاثه اثمان اصغر من النصف. تمام. طيب المثال اللي بعد كده يقول لي يا سنه ثالثه، واحد صحيح ومديني خمسان. ها احنا اتفقنا ان الواحد الصحيح ده كام على كام؟ ببص على المقام، المقام عندي خمسه، يبقى الواحد الصحيح ده خمسه على خمسه. واحنا كده كده متفقين ان الواحد الصحيح اكبر من اي كسر. هو ايه الكسر؟ اللي بسطه يكون اصغر من المقام. طب تعالى كده، خمسه المقام متساوي هخبي، مين الاكبر الخمسه ولا الاثنين؟ الخمسه. يبقى كده برضه الواحد الصحيح اكبر من الخمسيه. تاني سيطرنا ان الواحد الصحيح اكبر من اي كسر. الكسر عباره عن ايه؟ البسط اصغر من المقام. طيب خمسه اخماس او سبعه اسباع؟ احنا متفقين ان اي رقمين على بعض بكام؟ بواحد. يبقى خمسه اخماس واحد. طيب سبعه اسباع برضه بواحد، يبقى العلامه عندي يساوي. طيب ركز كده معايا سنه ثالثه، واحد صحيح ام اربعه ارباع؟ ها اتفقنا يا ميس ان الواحد الصحيح كام على كام؟ ببص على المقام، يبقى اربعه على اربعه يساوي. احسنتم. طيب ركز معايا كده سنه ثالثه في المثال اللي تحتيه، بيقول لي ايه؟ هو الكسر الاصغر. ايه يا ميس الكسر الاصغر ده؟ احنا متفقين. تعالى بص كده معايا، هنا عندي كده كل المقام متساوي فانا هخبي المقام. ها مين الاصغر؟ احسنتم. يبقى الواحد هو الاصغر، يبقى الخمس اصغر. ايه سالت كده في المثال ده؟ بيقول لي حوض الكسر الاصغر. ها احنا اتفقنا عندي المقام كله متساوي. طيب انا بخبي كده المقام، مين الاصغر؟ احسنتم الواحد، يبقى الخمس اصغر ربع كسر. طيب عندي برضه تحت ربعان ثلاثة أرباع أربعة أرباع. طب هات برضه المقام متساوي هخبي، مين اللي أصغر؟ الربعان. أحسنت. أنت كده بيقول لي اكتب
تسكنه المناسبة. داخل المربعات على خط الأعداد. يا مثلا اديني كده خط الأعداد ومديني الكسور 15 20 17 19. طيب احنا اتفقنا كده كل المقام ايه؟ متساوي اللي هو ايه 10. يبقى انا عندي الواحد، الواحد عندي كام؟ 10 على 10. بص على المقام يبقى الواحد ده بكام؟ 10 اعشار. طيب تعالى كده سنه ثالثه نبدا. يلا بينا نقول الصفر بعديه ايه؟ 10. بعديه 20. احسنتم. طيب 3 اعشار، 4 اعشار، 5 اعشار. خلي بالك سنه انا بشطب على اللي انا بعمله، اللي انا باخده بشطب عليه عشان ما اتلخبطش. بعد ال 15 6 اعشار، بعديها 7 اعشار. تمام. بعديها سنه ثالثه هي هنشطب على 7 اعشار، بعديها 8 اعشار، كانت 9 اعشار. احسن. تاني سنه ثالثه انا عندي الواحد الصحيح ببص على المقام بيبقى الكسرين على بعض، الواحد الصحيح بيساوي كام؟ 10 اعشار. بعديها بيقول لي ايه؟ رتب الكسور الاتيه ترتيبا تصاعديا. ايه الترتيب التصاعدي؟ احنا عارفين الترتيب التصاعدي من ايه؟ من الصغير للكبير. الترتيب التصاعدي ايه؟ من الصغير، من الصغير للكبير. طيب الترتيب هو ايه بقى؟ انا برتب كده مع بعض. يا ميزه انا عندي المقامات ايه؟ متساوي. احسنت. هكذا تاني مين الاصغر عندي؟ احسنت. السدس واللي باخد دول بشطب عليه. بعد السدس سدسان. احسنت. بعديها سنه أربعة أسدس وبرضه بشطب عليه. طيب بعديها بيقول لي إيه؟ رتب الكسور الآتية ترتيبا تنازليا. اتفقنا التنازلية من إيه لإيه؟ من الكبير إلى الصغير. طيب بيقول لي خبز ثلاثة أخماس، أربعة أخماس، واحد صحيح. طب إيه ده يا مس؟ الواحد الصح ده اتفقنا إن هو كام؟ ببص على المقام. المقام عندي خمسة يبقى خمسة أخماس. طب تعالى نرتب. هو عايز ترتيب ايه؟ تنازل من ايه لايه؟ من الكبير الى الصغير. مين اكبر كسر عندي؟ احسنتم. خمسه اخماس. طب انا هكتبها خمسه اخماس؟ لا، انا هكتب اللي هو من دول اللي هو الواحد الصحيح واشطب عليه. بعديها خمسه ثلاثه من الكبير؟ احسنتم. اربعه اخماس واشطب عليه. بعديها ثلاثه اخماس. اخر حاجه عندي خبز. يا ثالثة احنا النهارده خدنا ايه؟ المقارنة بين كسرين. طب المقارنة بين كسرين واتفقنا للمتكسرين لما بيبقى عندي مقام متساوي انا ببص على البسط بقارن من البسط. طب لو البسط عندي متساوي يا سنة ثالثة ببص على المقام، واتفقنا في المقام كل ما كان الرقم صغير كان هو الكبير. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.